إذن النزاع المسلح بين الحكومة اليمنية والحوثيين انعكس على مختلف مناحي الحياة، حياة اليمنيين، وحرمهم من أدنى مقومات العيش الكريم، وقد كان للقطاع التعليمي حصته من ذلك. فحسب آخر الإحصائيات لعام 2022، يقدر عدد سكان اليمن بحوالي 30 مليون نسمة، ويتوقع أن يصل عام 2031 إلى قرابة 53 مليون نسمة. يمثل الذكور منهم نسبة تفوق 50%، بينما تمثل الإناث أكثر من 49%. ومن حيث التركيبة السكانية، فقرابة 75% من سكان اليمن أعمارهم تقل عن 30 سنة، بينما تصل نسبة من تصل أعمارهم إلى 15 سنة إلى 46% من السكان. وتبلغ أيضا نسبة من هم أكبر من 65 عاما حوالي 2.5% فقط، وهذا مؤشر واضح على أن اليمنيين شعب شاب. أما نسبة الأمية فهي مرتفعة بشكل ملحوظ، حيث وصلت إلى أكثر من 38%. هذا الارتفاع يعود لعدة أسباب، أبرزها الحرب اليمنية المستعرة التي انعكست بشكل واضح على القطاع التعليمي، لا سيما بعد انقسام الإدارة التربوية بين الحكومة اليمنية من جهة وسلطة الحوثيين من جهة أخرى. وبحسب نقابة المعلمين، فقد اضطرت الحرب أكثر من 20,000 مدرس وإداري لترك منازلهم وأعمالهم في منطقة سيطرة الحوثيين، واتجهوا نحو مناطق سيطرة الحكومة اليمنية. إذن نتابع هذا الملف ونسأل عن تفاصيله لاحقا مع ضيفنا. قبل ذلك، تشهد العاصمة صنعاء انتشارا لافتا لمعاهد تعليم اللغات الأجنبية في ظل استجابة للإقبال الكبير على دراسة اللغات الأجنبية وتعلمها من قبل اليمنيين الذين تعددت مقاصد دراستهم لها. استكمل مصطفى إجراءات التسجيل في أحد معاهد تعليم اللغات، إجراءات انضم بعدها إلى زملائه بالمعهد. يتمنى مصطفى أن يساعده تعلم اللغة الإنجليزية على مواصلة دراساته العليا، علها تساعده عند الهجرة خارج اليمن كما يقول. دراستي للغة شيء مهم، شيء مهم جدا. أولا بلا شك، أولا لإكمال دراستي العليا، ثانيا للهجرة بلا شك. الآلاف من الملتحقين بمعاهد تدريس اللغات الأجنبية من الشباب والفتيات، وهن الأكثر إقبالا، يرون أن فرص تغيير حياتهم تبدو أكبر مع تعلم تلك اللغات، فمثلما يطمح بعضهم إلى الهجرة يتطلع آخرون إلى فرص عمل جيدة. فرص العمل يفضل الإنسان اللي عنده لغة وعنده في جانب، ممكن أنا أكون طالب جامعي عندي شهادة في بكالوريوس حاسوب أو إشي، فمع ذلك يطلبوا منك لغة. فدافع دراستي للغة الإنجليزية هو لأنه عشان الحصول على فرصة عمل. الملتحقون بالمعاهد يتنوعون بين طلاب مدارس وجامعات وموظفين في القطاعات الحكومية والخاصة، أعدادهم في تزايد أكثر من أي وقت مضى رغم ظروف الحرب والمعاناة الإنسانية. صحيح أن أوضاع الحرب هي أثرت على ظروف الناس المادية، لكن ما زال الإنسان يحاول جاهد أنه يحصل على اللغة الإنجليزية، لأنها أصبحت متطلب أساسي لجانب متطلب التعليم الجامعي، فهي أصبحت أساسية جدا في حياة الناس، سواء للتعليم أو للعمل. أمام هذا الإقبال، تحاول بعض المعاهد تقديم بعض التسهيلات والتخفيض في رسوم الدراسة، بينما لا تزال أسعار معظم المعاهد الكبيرة تفوق قدرات الراغبين في التعلم. الإقبال على دراسة اللغات الأجنبية والالتحاق بمعاهد تعليمها يشهدان تزايدا رغم تدهور الأوضاع الاقتصادية للمواطنين. أهداف ومقاصد مختلفة للدارسين، لكن الدافع المشترك لدى الجميع هو استثمار سنوات الحرب في اكتساب اللغات والمهارات على الأقل. خليل القاهري، العربي، صنعاء. إذن نعود ونناقش انعكاسات الحرب في اليمن على قطاع التعليم. للنقاش ينضم إلينا الأستاذ رشيد الحداد، الخبير الاقتصادي من صنعاء. مرحبا بك معنا أستاذ رشيد. على ضوء هذه الأرقام التي تبعتها معنا منذ قليل،
كيف ينعكس هذا الصراع اليمني المستمر على قطاع التعليم في البلاد؟ أهلا وسهلا بكم. طبعا فيما يتعلق بقطاع التعليم في اليمن انحسر بشكل كبير جدا، تدهورت الكثير، طبعا تدهور بنسبة كبيرة جدا نتيجة أولا الانقسام الموجود فيما يتعلق ما بين صنعاء وحكومة عدن. هنا في صنعاء ربما وزارة خاصة بالتعليم، وفي عدن وزارة خاصة بالتعليم، بالإضافة إلى أن مشكلة في اليمن بشكل عام كانت قبل الحرب وقبل الحصار كانت تترات يعني مركزة فيما يتعلق بجودة مخرجات التعليم، بعدم انسجام مخرجات التعليم مع متطلبات السوق المحلي أولا والأسواق الخليجية وكذلك الأسواق الدولية. كان لدينا مخرجات تعليم في اليمن، هذه المخرجات لا تتوائم مع متطلبات الواقع ولا مع متطلبات التنمية في اليمن، نتيجة أنه معظم الأقسام كانت نظرية ومعظم الكليات كانت إما يعني حتى على مستوى التعليم كان هناك تدقين فيما يتعلق بالجوانب الدينية والحزبية لهذا التعليم. نعم. بمعنى أنه كان لدينا مخرجات مثلا في العام 2015 وعام 2014 كان معدل يعني المقدمين أو المقيدين أسماءهم في وزارة الخدمة المدنية قبل انقسامها أكثر من 300,000. يعني هؤلاء الطالبين التوظيف يعني لم يستطع الجهاز الإداري للدولة استيعابهم، كون المخرجات الجامعات لا تتوائم حتى مع متطلبات الجهاز الإداري للدولة. صحيح. المشكلة كبيرة جدا. نعم. المشكلة كبيرة. نعم. يتعلق بمخرجات الجانب الآخر بأنه الآن هناك أزمة والخريجين بتسرب من التعليم. نعم، سوف آتي إليك في هذه النقطة. بالفعل يعني هذه المشكلة التي تفضلت بالحديث عنها ربما هي لا تقتصر فقط على اليمن، تعاني منها ربما العديد من الدول العربية. عشرات الآلاف من الخريجين لا يجدون يعني العمل في سوق الشغل، ولكن تحدثت عن التسرب التعليمي، وهذه أزمة أخرى خطيرة جدا. استمرار الوضع على ما هو عليه كيف يمكن أن يؤثر على المنظومة التعليمية وعلى حظوظ الأطفال أيضا في التعليم في اليمن؟ نتيجة طبعا الحرب توقفت معظم المشاريع الخاصة بتطوير التعليم، حتى على مستوى تخطيط التعليم كان لدينا مجلس خاص بتخطيط العملية التعليمية بشكل عام، توقفت جهوده بشكل كبير جدا. بالإضافة إلى نحن نتحدث في اليمن عن واقع حرب، بمعنى إذا كان لديك أكثر من 600 مدرسة تحولت هذه المدارس إلى منازل أو إلى مساكن اللاجئين والنازحين المحليين، بمعنى بأنه لدينا عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من الأطفال اليمنيين حرموا من التعليم. الإحصائيات الخاصة المقدمة لليونيسف تقول بأن هناك أكثر من 2 مليون يعني حرموا من التعليم، من فرص التعليم، بالإضافة إلى انقطاع ربما الملايين من أطفال اليمن أو من طلاب اليمن عن مدارسهم نتيجة عدم استقرار الوضع في البلد من جانب، ومن جانب آخر يعني هناك ظروف اقتصادية وإنسانية صعبة جدا. بالفعل. وكذلك وهي عدم استيعاب تمس أيضا المعلمين. ودعني هنا أختم معك بسؤال أخير، بمعنى أدى إلى حرمان كثير من الطلاب. بالفعل هذه الأزمة الاقتصادية أيضا تمس المعلمين، تراجع مداخيلهم، عدم حصولهم على رواتبهم، كيف يؤثر أيضا على قطاع التعليم، لا سيما أن عددا كبيرا منهم يعني نزحوا من مناطق إلى أخرى بسبب الحرب. لدينا في اليمن قرابة 270,000 معلم، هؤلاء الناس يعملون في أكثر من 17,000 مدرسة يمنية. كان قبل ذلك مستواهم المعيشي يعني جيد، ولا نقول جيد جدا وإنما جيد، يعني كان بالحد الأدنى على الأقل كانت مخرجات التعليم جيدة. اليوم هناك نوع من التكافل الاجتماعي من التعاطف من تجاه أسر الطلاب في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء، كذلك العمل للإسهام في استمرار العملية التعليمية من خلال جمع بعض الأموال وتقديمها لهؤلاء المعلمين لكي تستمر عملية تعليم أبنائهم. يعني أصبح حتى على مستوى الإنفاق على مستوى على المجتمع، بمعنى بأنه هناك بالفعل تسرب حتى على مستوى المدرسين والمعلمين الأكفاء، نزحوا البعض منهم نزح إلى الأسواق الخارجية بحثا عن عمل، والبعض منهم هاجر إلى أوروبا، والبعض منهم هاجر إلى محافظات أخرى بحثا عن لقمة عيش كريمة، لأنه انعدام
استخدام سبل العيش الكريم لم يتسبب فقط في هجرة المعلمين، وإنما في هجرة معظم الكوادر الوطنية المهمة. نحن نعاني في اليمن من هجرة أدمغة، هذه الهجرة خطيرة جدا، ستكون لها داعيات كبيرة جدا على التنمية في مستقبل أو في مرحلة إعادة الإعمار في المستقبل. أشكرك جزيل الشكر رشيد الحداد الخبير الاقتصادي من صنعاء.